مرحبا، اهلا وسهلا فيكم. معكم علي عز الدين، وبعدنا بالمكتبه وعم نحكي عن كتب الاطفال وعم نتناول قديش هالكتب غنيه وبتفتح نظره جديده للقراءه والكتابه. حلقه اليوم خصصها للكتب يلي انا بسميها بدون كلام او باللغه الانجليزيه Wordless Book، وجبت لكم ثلاث كتب بعتبرهم هالقد بيبينوا الفكره وبيعطونا اهميه على انه الكتاب هو مش بس كلمات، هو كمان رسوم. الكتاب هيدا بعنوان مغامرات الكره الحمراء باللغه الفرنسيه، الكتاب ما في بقلبه ولا كلمه، ولكن هالكره بتتنقل وبيتغير شكلها، والولد لازم يحذر شو عم بيصير. الكتاب الثاني كمان بنفس الاطار اسمه Another، وهذا الكتاب بيحكي عن قصه بنت صغيره وبسينه. هالبنت الصغيره والبسينه كمان عم يتنقلوا من مكان الى اخر وعم يشوفوا امور كثير غريبه وجديده. الكتاب الاخير لليوم هو بعنوان Inside Outside، او في الداخل في الخارج، وكمان رح ننتقل برسومات كثير حلوه هالقد بتعبر عن اشياء بحياتنا اليوميه وبتخلي الولد هو يفكر وهو يحكي. مش بالضروره الكتاب يكون في حكي، امرار الصوره بتعبر اكثر من الكلمه.